بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الفيديو الثاني يلي بيشرح تسمية المركبات الكيميائية. رح نشرح فيه تسمية الحموض naming acids. أول شيء في عنا all acids begin with H يلي هو hydrogen. بس الأسيدز بينقسموا لقسمين، قد يكون فيهم أكسجين أو ما يكون فيهم أكسجين. خلينا نحكي عن الجزء يلي ما فيه أكسجين، رح نعرفه من كلمة هايدرو. يعني على طول وين ما نشوف كلمة هايدرو أي شيء كان بعديها يعني ما في أكسجين بالصيغة الكيميائية اللي هي اللي مكتوبة بالرموز. إذا وين ما كان في هايدرو ما في أكسجين بالصيغة الكيميائية. وكلمة هايدرو بدها تغششنا إنه إحنا عم نحكي عن أسد. خلينا نأخذ مثال بحكي لنا إنه الهايدرو أسد رح نكتبه بهذا الشكل، رح نكتب هايدرو بعدين اسم المركب بعدين إيك آي سي أسد. مثلا عندنا هايدرو أيوديك أسد اللي هو اللي فيه اليود. إذا ما دام عندنا هايدرو يلي هي الـ H وعندنا اليود يلي هو I، شحنة الـ H positive وشحنة الـ I negative ومتساويين لبعض plus 1 minus 1 equals to 0، فرح نكتبه بهاد الشكل H I. إذا اسمه هايدرو أيوديك أسيد. لما نشوف كلمة هايدرو رح نعرف إنه إحنا عم نحكي عن أسيد وإنه ما في أكسجين. بنلاحظ هون ما في O. خلينا نأخذ مثال تاني. هون هذا المثال السؤال كان عاطينا HF. أول شيء مدام في عنا H إذا على طول رح نعرف إنه أسد لأنه بدأ ب H. تاني إشي عنا F وما في O، إذا رح يبدأ بكلمة هايدرو بعدين إك وبتنتهي بأسد. ال F اللي هي فلور فرح نكتب هيدروفلوريك أسد. إذا تسميتهم عن جد إنها سهلة كتير. النوع التاني اللي هو فيه أكسجين فيه حالتين. الحالة الأولى إنه يكون طبعا مدام في أكسجين إذا ما في كلمة هايدرو رح يكون بنتهي ب O U S أسيد. مثلا في عنا نيتروس أسيد اللي هو نفسه النيتريت. إحنا we replace O U S with I T E وبنقيم كلمة أسيد. إذا لما نشوف نيتريت معناها إنه هو نفسه النيتروس أسيد. كيف بنكتبه هذا؟ هو مكون من H plus و NO2 minus اللي هو HNO2. ليش؟ لأنه الإشارة هاي موجبة والإشارة هاي سالبة مع بعض ما كان لهم تأثير لأنه إحنا عملنا بالانس للشحنات. الحالة الثانية without oxygen هي إنه ينتهي بإيك أسيد مش OUS. لما ينتهي ب IC acid زي مثلا عندنا nitric acid اللي هو النيتريت، ال IC بنستبدلها ب ATE. هون كنا نستبدل ال OUS ب ITE، هون عم نستبدل ال IC ب ATE. خلينا ناخذ مثال. في عندنا مثلا H+ و NO3- اللي هو نفسه النيتريك acid، نكتبه HNO3 لأنه عملنا بالانس للشحنات موجب مع سالب واحد واحد، إذا رح يكون بهذا الشكل. هلأ هون في عنا H3PO3، مدام عنا H إذا هو أسيد، مدام في O إذا هو ما رح نبدأ بكلمة هيدرو، إذا رح ينتهي بأسيد. بعدين كيف رح نعرف؟ ال PO3 هي فوسفايت، مدام في أيت إذا رح نحط OUS هون. إذا إحنا عرفنا إنه أسيد من ال H و OUS من فوسفايت لأنها انتهت ب ITE، رح نحط OUS فرح نكتب فوسفوروس أسيد. هاي هي الطريقة اللي بنسمي فيها هذا الحمض بالذات. في مثال تاني H3PO4، هذا شو؟ مدام في H إذا أسيد، مدام في O إذا without oxygen يعني ما بنبداها بهايدرو. هذا اسمه فوسفيت بينتهي with ATE، مدام انتهى ب ATE إذا رح نستبدله ب IC، إذا رح يكون اسمه something egg acid. هو اسمه فوسفوريك أسيد. ليش؟ لأنه ATE مكانه IC في O إذا ما في هايدرو وال H دلتنا إنه هو أسد. هلأ فيه هنت كتير بسيطة للتبديل علشان تحفظوا منها. I ate organic apples despite being poisonous.
ate with ik and ite with ous. وهيك بيكون خلص الفيديو لليوم تبع تسمية الأسد. إن شاء الله إنكم تكونوا فهمتوا، إن شاء الله إنه كان كتير واضح وسهل عليكم. حلوا الأمثلة مرة ومرتين رح تفهموا كتير منيح. شكرا لحسن المشاهدة، وما تنسوا اللايك والسبسكرايب.